مكملين لقاءاتنا من على ريد كاربت دير جيست، واحده من اهم الفنانات واجمل الفنانات تمثيلا وشكلا وكل حاجه، ما فيهاش غلطه تقريبا. جمانة مراد، برحب بيك على شاشه القناه الثانيه. يعني عايزه اقول ما شاء الله ما شاء الله. طب انا عايزه كرسي عشان اقف. انا 180 سنتي ولابسه كعب. هي جمانة طويله بس هي مشكله عندي. حبيبتي جمانة، النهارده وتكريمك عن خيانه عهد دور عظيم كان مليان مشاعر ودور مختلف قوي عن كل اللي عملتيه، كلمينا عن ده بشكل اكبر. الحمد لله انا سعيده ان انا النهارده بتكرم من دير جيست على خيانه عهد على دور شيرين. سعيده بالجائزه دي قوي، لان دي جائزه هي استفتاء الجمهور، واكتر حاجه تسعدني ان الجمهور هو اللي يختارك، عارفه يعني دي بالنسبه لنا وبالنسبه لاي فنان اكيد حاجه تسعد قوي. فاكيد بشكر كل الناس اللي صوتت لي، بشكر دير جيست وكل القائمين عليها، ومش اول مره اتكرم في دير جيست، ثالث مره ما شاء الله ربنا يزيدهم. انت كنت قليل الظهور مع جمانة، لكن مؤخرا بقيت ظاهر، طبعا دعمك موجود على طول. عايزين نعرف ايه سبب الظهور المفاجئ ده؟ لا هو مش ظهور، هو مرات الواحد يعني في مناسبه معينه. حلو انه الرجال دائما يدعم زوجته، فيعني هو بدت بمهرجان الجونه كانت اول مره، وبعدين يعني في بعض المناسبات من حب نزهر. ربنا يخليكم لبعض. نتكلم عن الانتاج، انت اخر مره انتجتي اعتقد في 15 او 14 مظبوط؟ كانت مدرسه الحب. كلمينا عن تجربه الانتاج بعيدا عن التمثيل. لا هو انا بنتج من 2008، فانتجت اعمال كثيره، بس اخر حاجه انتجتها كانت مدرسه الحب، والحمد لله لقيت نجاح كبير، لان هي كانت كل عباره عن قصص حب، فكل ثلاث حلقات او اربع حلقات قصه، وانا كنت عامله 8 حلقات، وكانت سابقه بالنسبه ليا ان انا عامله حلقات مع ممثلين اتراك، ودي اول مره حد يشتغل معاهم يعني. وكانت تجربه حلوه والناس حبتها ويعني وتفاعلت معاها. لكن انت مكمله في الانتاج، مش سيزونال، مش هتعملي، مش حاجه، مش هتكملي؟ لا بصي انا بنتج زي ما قلت لك الحمد لله من 2008، وانتجت حاجات مهمه جدا في سوريا، فاكيد انا بحب الانتاج ومكمله في الانتاج، بس مش اللي هو لازم انا كل سنه انتج ولا كل شويه انتج. يعني انا بنتج لما بحس ان انا في موضوع عاجبني جدا وانا عايزه اقدمه، فبستناش لما حد يعرضه فممكن اقدمه. تحبي تقولي ايه في اخر 2020؟ بحب اقول لكل الناس ميري كريسماس، هابي نيو يير، يا رب كده ان شاء الله تخلص السنه دي على خير ونخلص من وباء كورونا، وتبقى السنه اللي جايه احلى بكتير ان شاء الله. عايزه بقى اسالك اكتر حاجه بتحبها في جمانة واكتر حاجه مش بتحبها في جمانة. اكتر حاجه بحب في جمانة طيبتها وجدعنتها، ودايما تفكيرها، عندها تفكير فيجن بعيد. والحاجه اللي ما بحبهاش طيبتها الزايده. الميزه هي نفسها. لو انت من الناس اللي هم بيضحك عليهم؟ مش بيضحك عليا، لا انا ببقى عارفه، بس انا بعدي بمزاجي يعني عادي. ربنا يزيدك طيبه، تبقي طيبه احسن ما تبقي حاجه وحشه. بشكرك وشرفتيني على شاشه القناه الثانيه. ثانك يو.